لمبة الهاتف السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه: تحت باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا أصح الأسانيد عند البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. في قال أيضا: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذه اللفظة هنا كما هو واضح من كلام أبي هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وقد جاءت في بعض الروايات مدرجة بدون والذي نفس أبي هريرة بيده، فأوهمت أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستحيل أن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ماتت أمه وفي المهد عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور أن يقول: لولا بر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطير: في حديث للعبد المصلح، ولم يذكر المملوك. قال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال: فحدثته كعبا فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد، أي قليل المال. هذا كلام كعب. وأيضا قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعما له. نعما له كقوله: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، أي نعم الشيء هو. أفادت الأحاديث أن العبد المملوك له أجران: أجر لتأدية حق الله، وأجر لتأدية حق سيده. للعبد المملوك أجران إذا نصح لربه أو نصح أحسن عبادة ربه وأدى حق سيده، فله أجران. هذا: وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وأيضا في حديث آخر مطول عن هذا: للعبد المملوك أجران أو ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منها رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها وتزوجها، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.